ما حكم العباءات التي نزلت إلى الأسواق ويقولون عنها عباءات فرنسية، وبعض العباءات ضيقة وبعضها شفافة؟ عباءة التي لا تستر لا تصح، لا تجوز. العباءة الضيقة لا تجوز لأنها لا تستر، إنما العباءة الضافية الواسعة التي تغطي جسم المرأة هذه هي المطلوب. أما العباءات التي لا تضفي على جسم المرأة، يخرج بعض جسمها، أو ضافية لكنها ضيقة، هذه كلها لا تجوز. وكذلك العباءة التي فيها زينة، العباءة التي فيها زينة وتطريز، هذه لا تجوز لأنها من التبرج، التبرج بالزينة. نعم.